تعرفي نفسك؟ انا انا من مصر. انا مصريه. انا مصريه وبحب بلدي وبحب كل مواطن شريف في بلدي، وفي المازال لحد دلوقتي اشراف مصر الحره موجودين، وللاسف لسه في حبه حراميه وقالوا على البلطجيه اشراف، وقالوا على الثوار بلطجيه. تمام. طب ليه هم عملوا كده؟ ونلاقي اللي بنقول لهم احمونا وداروا علينا او في وقت الشده تعالوا لنا، هم اللي بيقتلونا وهم اللي بيدمرونا. طب ليه؟ وعجبي عجبي على حبه حراميه قالوا على الاشراف بلطجيه وعجبي. ها؟ اه اتفضلي. انت جايه بقى معتصمه من ضمن المعتصمين؟ لا انا بروح وباجي. انا بروح وباجي. طب الطلبات ايه المطالب؟ اول طلب احنا عايزين الاحكام تبقى بسرعه، زي ما بياخدوا مننا هنا طلاب 3 ايام ويحكموا عليهم بال15 وال10 سنين، احنا كمان بنطلب اللي قتلوا شبابنا ودمروهم، وبمعنى اصح عايزين يهدوا الثوره يتحكم عليهم. والطلبه المسجونين كلهم دول طالبين ان هم كلهم يطلعوا، لانهم هم ما لهمش ذنب. قال لما قالوا مصر حره، وعايزين مصر حرة، وعايزين مصر تنضف من حبة حرامية. شكرا. العفو. ميرسي أوي.